والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في قناة تعلم السهل محمد جمعة. يسعدني اليوم أن أشرح لكم كتاب المعاصر، حيث وجدته كتابا جميلا وجيدا، وحنبدأ مع بعض نشوف الكتاب، نخش على منهج الصف الأول الابتدائي. زي ما انتم شايفين الكتاب نسخة جميلة وقيمة. ده كتاب الصف الأول. في البداية بجيب الكيو ار اللي هي ممكن تقرأ او تستمع من خلال الانترنت. زي ما انتم شايفين بتحط عليها الموبايل وتستمع. الاستماع مهم بالنسبة للتلميذ في المرحلة الابتدائية، وده سنة اولى ابتدائي، عشان يكون النطق كويس. بعد كده مواصفات الامتحان. طبعا انت عارف امتحان الصف الاول بيكون شفهي. امتحان الصف الاول بيكون امتحان شفهي. بعد كده جايب لنا الهاند رايتنج، يعني الكتابة، ازاي يعلم الطالب او التلميذ ان هو يكتب. وفي كراسة التدريبات اكتبها مع المعاصر. بعد كده الارقام، هم جابوا لنا الكراسة، المندوب ما جابش الكراسة بس عرفنا ان في كراسة تانية تكون خاصة بالتلميذ. بعد كده برضو بعض التحيات، الاشياء الخفيفة بالنسبة للطالب بتاع سنة اولى ابتدائي. بعدين بتخش على الوحدة وازاي يشرح بعض الكلمات الخفيفة. طبعا الطالب بيتعلم الحروف في البداية، وباخد على كل حرف من الحروف دي كلمتين ثلاثة زي ما في الكتاب المدرسي، هو شرحهم باستفاضة. وبعدين في تدريبات. بعد كده وطبعا باخد الاسماء عشان يتعود على الحروف. ده بالنسبة للفصل الدراسي الاول سنة اولى. هنخش بعد كده على الفصل الصف الثاني، برضو هنشوف الكتاب نسخة جميلة وقيمة. زي ما انتم شايفين بصراحة حاجة جميلة جدا. برضو مواصفات الامتحان، الصف الثاني في الترم الاول بيكون امتحان شفوي، وفي الترم الثاني بيكون امتحان تحرير. عشان كده هو في اخر كل واحدة جايب امتحانين، امتحان شفوي وامتحان تحريري، حاططهم في نهاية كل واحدة. طبعا الهاند رايتنج برضو زي بتاع سنة اولى، والارقام. وبعد كده جايب لنا لغة الحوار داخل الفصل، يعود الطالب والمدرس ان هو ما يتكلمش الا اللغة الانجليزية داخل الفصل. بدأ بعد كده يشرح الوحدة الاولى الكلمات طبعا والمواقف، وبعدين بيحدد الكلمات ومعنى، ولو في قاعدة او اي حاجة جايبها ومبروزها للطالب عشان الطالب يحفظها او يتعود على قراءتها ويهتم بيها. بعد كده جايب لنا امتحان زي ما احنا قلنا، امتحان شفا وامتحان تحريري والكتابة في اخر كل درس. ده بالنسبة للصف الثاني الابتدائي. طبعا المندوب ما جابش كتاب الصف الثالث الابتدائي للمدرسين هنا في الشرقية، لسه ما انطبعش. هنخش على كتاب الصف الرابع الابتدائي. زي ما انتم شايفين برضو نسخة جميلة وقيمة وجودة طباعة. برضو الكيو ار اللي هو الاستماع، لازم طبعا الرابع بيكون مرحلة تانية، لازم يستمع ويكون الاستماع جيد. بيبدأ لنا طبعا في الكتاب بالمراجعة. زي ما انتم شايفين
وراجع طبعا في ادوات الترقيم وفي الصوتيات، ودي شيء جميل جدا، اول مرة ملخص يهتم بالصوتيات. طبعا الحروف الكبيرة ده في الترقيم، وبعدين برضو لغة الحوار داخل الفصل زي ما انتم شايفين معنا، وبعدين برضو نفس الكلام دخل على الوحدة الاولى، عرض الاول المحادثة كاملة، وبعدين عرض الكلمات لوحدها. برضو عشان لازم انت الاول تقرا المحادثة للطالب عشان ياخد فكرة عامة، وبعدين عمل حاجة جميلة جدا هنا اللي هي خريطة او رسم توضيحي يلخص ما في الدرس، يعني عامل زي خريطة المفردات في اللغة العربية او في قراءة اللغة العربية، عمل رسم توضيحي يوضح ما في الدرس للطالب. ده في نهاية كل درس. طبعا برضه عمل اختبار او تدريبات عامة على كل درس بتوضح اللي فيه من عناصر. عمل حاجة كويسة برضو ان هو حل تدريبات الورك بوك اللي موجودة في الورك بوك، بحيث ان يساعد الطالب ان يعمل واجب المنزلي ويتعود على الحل ويصحح او يقيم نفسه من خلال الاجابة الموجودة في نهاية كل واحدة. وده طبعا بيكون صف الرابع انتهى. في حاجة نسيت اقول لكم عليها اللي هي نضب الحروف، عمل لنا يعني سي كي كاف تي اتش ثاء تي اتش زاد كده، يعني نزل لمستوى الطالب بصراحة. دي حركة جميلة من كتاب المعاصر السنة دي. طبعا عندنا الضمائر والفرب تو بي والفرب تو هاف والفرب تو الافعال المساعدة برضو راجع عليها، ادوات الاستفهام برضه او كلمات الاستفهام. طبعا كتاب قيم وجميل. نخش بعد كده على كتاب الصف الخامس والسادس. طبعا الخامس زي رابع بالظبط، هنخش على الصف السادس. طبعا ده كتاب الخامس، نسخة جميلة وتحفة فعلا بصراحة. بنشكر شركة المعاصر. طبعا مراجعة في البداية، ادوات الترقيم، وبعدين طريقة الامتحان ازاي الامتحان هيجي. ادانا هنا طريقة كتابة اللتر، ودي شيء جميل. لسه طبعا الطالب بتاع ستة ما خدش كتابة اللتر، هو عرضها لي في المراجعة اللي في بداية الكتاب، وبعدين باللغة العربية برضه عشان يفهم، عشان يدي له فكرة عامة، عشان لما يجي يكتب بالانجليزي يبقى فاهم هو بيعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو. طبعا برضو الكيو ار اللي هي برضو عشان الاستماع. معظم المدرسين بروح الاختبارات او بيرسلوا فيها من الاستماع، فلازم نعود الطالب ان يستمع انجليزي صح. طبعا برضو الكلمات وشرح الوحدة زي ما هو عمل في سنة رابعة، وهنا ملاحظات لغوية وظائف لغوية. ما سابش حاجة بصراحة. وبعدين جايب هنا تدريبات اكسرسايز اون فوكابلري، يعني على الكلمات، يعني عشان ايه الكلمة لما ترتبط بتدريب او تمرين يقوم الطالب ما ينساش الكلمة نهائيا. تمام. برضو عمل رسم التوضيحي لأهم النقاط في الدرس، وعمل على شيء على شكل رسمة توضيح تحبه الطالب ان هو يحفظ. عمل هنا حروف الجر وعمل لها رسم توضيحي يخلي الحاجة تثبت في دماغ العين. صراحة كتاب المعاصر كتاب جميل وقيم. طبعا المحادثات و
طريق. مترجم لنا المحادثة باللغة العربية، المحادثة ككل يعني مش كلمات بس، لا مترجم بحيث ان التلميذ يفهم المحادثة والتركيبة كاملة. طبعا بكده بنكون انهينا معكم الدرس النهاردة، والى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله. واتمنى اللي استفاد النهاردة يشترك في القناة او يعمل اعجاب للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله مع قناة التعلم السهل.